مستمرين معاك في تغطيتنا الخاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا معايا واحد من نجوم البطولة مش بس المباراة اليوم، كابتن عمرو اللاجندي. كابتن عمرو، طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، ومليون مبروك طبعا يا كابتن النهاردة فوزكم وتتويجكم بلقب البطولة العربية. الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني ربنا يعني كلل مجهودنا بخير الحمد لله بمكسب البطولة. تعبنا قوي البطولة دي، كانت في لعبنا أقوى ثلاث فرق في البطولة من دور الثمانية، بيروت والاتحاد والكويت، والحمد لله ربنا كرمنا النهاردة قدرنا وقدرنا نكسب البطوله الحمد لله. الحمد لله. كابتن عمرو، طبعا يعني مباراه امبارح كانت من اصعب المباريات بالنسبه للنادي الاهلي امام طبعا فريق كبير، فريق قوي زي نادي الاتحاد السكندري. طبعا يعني مش محتاجين نقول نادي الاتحاد السكندري فريق قد ايه، فريق محترم. امبارح الحمد لله يعني قدرتوا تحسموا المباراه يعني في الوقت الاضافي، وطبعا يعني بعد الثلاثيه بقى اللي يعني الثلاثيه طبعا يعني بتاعت حضرتك ادت دافع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي ان هم يكملوا ويستحملوا، وطبعا ويبقوا كلهم ايد واحده ويلعبوا في روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. الحمد لله الاتحاد فريق كبير حامل اللقب. قول يلا اهلي، صوت عالي، قول يا اهلي، يلا يلا يا اهلي، صوت اعلى اعلى، يلا يلا يا اهلي. الحمد لله الاتحاد فريق كبير حامل اللقب مرتين، عندهم خبرات كبيره، هم لعبوا هم جايين من معسكر صربيا، كانوا فورمتهم كويسه، بس الحمد لله قدرنا نلعبهم صح جدا. كوتشي اوجوست جهزنا نفسيا كويس جدا وفنيا كويس جدا، كنا نازلين حافظينهم، قدرنا نعمل مباراه كبيره. كلنا كنا كويسين، مش الشوطه بتاعتي بس ولا كل الفريق بيضحي و يعني بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يظهر بمظهر كويس. دفاعنا اتحسن جدا، في حاجات كتير قوي اتغيرت، وان شاء الله يعني بنوعي جماهيرنا احنا الفتره الجايه ان شاء الله نظهر بمظهر احسن، وان شاء الله نقدر نفرحهم السنه دي بمكسب بطولات ان شاء الله. كابتن عمرو بشكر حضرتك جدا. شكرا ليكم، وشكرا على دعمكم لينا وان انتم هتبقوا موجودين معانا، وشكرا قوي. يلا باي باي. طبعا